هشام انت شاعر؟ انا شاعر وفي وكاتب نفس الوقت روائي ايوه اديب. وحكاء، وليا تمام. روايه نزلت في معرض القاهره كانت الاخراني دوت اه بعنوان حتى اسمها نلتقي. ايه؟ حتى نلتقي الله كانت قصه رومانسيه. حلو ده. عايز اقف عند حكاء، يعني ايه حكاء، حكاء؟ الحكي ده لون من الالوان الشعبيه القديمه في مصر من ايام الراوي على الربابه، ايوه اللي كان هو مصدر التسليه الوحيده للناس. شاعر الربابة كان. شاعر الربابه اللي هم بيحكي لهم حوادثهم والحواديت اللي ما سمعوش عنها والحواديت الخياليه. صحيح. المصدر ده من الفن الشعبي موروث قديم طلع جدا، منه الحكواتي. طلع منه الحكواتي والحكائين، وفي حكاية. حكائين كتير. وكان ايام محبزاتية لو انت فاكر، في فترة بالظبط بالظبط في الفرق الفتره دي، الجوالة في قبل يعقوب الفتره، صنوع الكلام ده، يعني قبل ايوه ما عمنا يعقوب يجيب لنا المسرح من اوروبا، قبل ما ما يجي لنا فرق المسرح من الشامية. اوروبا. فده كان لون من الوان صحيح. الفن المسرحي يعني انت بتقف تحكي للجمهور زي شاعر قدام الناس الربابة. بشكل مباشر قدامهم، مش بنغني بقى على الربابة وكده، احنا بنحكي لهم حواديت. الحواديت اللي بنحكي لها بتبقى من نسج تأليفنا احنا وتحضيرنا، حلو تبقى ليلة ده، الحكي. غير الستاند اب كوميدي والحاجات لا، شيء الغربية. مختلف عن شيء الستاند مختلف. اب كوميدي خالص. هي رواية الحكاية في ليها قد بداية ايه؟ ونهاية، يعني ما بين 4 دقائق ل6 دقائق، ما بتزيدش عن كده. في بلاد غير البلاد، قالوا انها في بلاد الجان، كان في سجان وشه عليه الغضب يخوف كل خلق الله إلا ابنه الصغير مكموكة، العفريت الصغير ابن السجان. كان كله يخاف من السجان إلا مكموكة يجي ويتنطط على كتافه من غير ما يخاف ومن غير ما يحس بأي خوف. كبر الجن وهم بيخافوا من السجان، سجان ملك الجان. أما مكموكة كبر من غير خوف ومن غير رهبة بالسجان. كمل مكموكة كمل. كان بيسمع عن حكايات اللي خرجوا من بلاد الجان وراحوا لبلاد الإنس علشان يشوفوا بني الإنس وحكاياتهم. بس كان ملك الجان صارم، اللي يسمع إنه خرج عقابه إنه يتحرق. خرج مكموكة في يوم وتسرب وهرب من غير ما حد يحس بيه، ونزل للأرض. وهناك في حتة بعيدة خالص سمع صوت بنت، صوتها جميل قوي، عمالة بتبكي بتبكي. من كتر بكاها بصلها وندى عليها من غير ما يبان لها في أي صورة، وقال لها بتبكي ليه يا بنت الإنس؟ سمعت صوته قالت مين اللي بينده عليا؟ مين؟ وهي مخضوضة ومن كتر خضتها حاولت تجري، وقعت أغمى عليها. شافها في الحتة الفاضية دي، خاف عليها الديابة تاكلها، ففكر وشالها جوه رموش عينيه، وطلع بيها جوه بلاد الجان يدويها بدل ما يسيبها للديابة تاكلها. ودخل زي ما خرج من غير ما حد يحس بيه. وبعد ما دخل فوق ووصل لبيته وشافته أمه وحكى لها الحكاية، قالت له هتضيع يا ابن السجان، هتتحرق بأوامر ملك الجان. خدها ودخل بيها الأوضة وخرجها من رموش عينيه، غير شكل الأوضة وشكله لشكل إنسي، وخلى شكل الأوضة شكل باب ملكي، أوضة ملكية. فاقت البنت، اتخضت، حاولت تخرج من باب الأوضة، بس الباب كان متاهة. كل ما تخرج من باب تلاقي نفسها رجعت نفس المكان. من كتر ما هي بتعمل كده صرخت وقعدت تصرخ، صوتها سمعته المملكة كلها بتاعت الجان، وابتدوا يتلموا. ما كانش قدامه غير انه يحاول ينيمها تاني ويشيلها جوه رموش عينيه ويحاول يهرب بيها. وفعلا المملكة اتقلبت، وملك الجان بقى عايز الإنسية اللي دخلت بلاد الجان، ومكموكة عايز يهرب بيها ويخرج بيها من جوه المملكة. وخرج بيها وسهى السجانين والحرس وهرب بيها، وهو راجع مسكوا الحرس، لأن الدنيا كانت خلاص عرفوا مين اللي ناقص في المملكة. كان مكموكة هو الوحيد اللي مش موجود. خدوه الملك الجان، وملك الجان قال له يا ابن السجان، خلفت الأوامر وعارف العواقب ايه،
احكم عليك تتحرق بالزيبق والفاروس الاحمر. ودوه عند السجان ابوه عليه انه يحرقه زي ما حرق ميات قبل منه. لما وصل له قال له عملت كده ليه يا ابن السجان؟ ضعت وضيعتني معاك، انا مش هقدر احرقك، اهرب اهرب ما ترجعش المملكة تاني. قال له انت عشت طول عمرك تحرق في اي حد يخالف اوامر ملك الجان، مش هتيجي دلوقتي وخليك تخالف الاوامر. ورمى نفسه بنفسه جوه الجمر واتحرق وبقى غبار، وزي ما مشي الاوامر خدوه وخدوا الغبار ونطروه بره على الارض المكان اللي كان سبب لحرقه. الغبار طار ووصل لشعر البنت، نفضته من على شعرها وهي عمالة تحكي لصاحبتها عن حكاية كأنها حلم، عن عفريت حدوتة مش عارفة ان كانت خيال ولا حقيقة. اما الجان فضلوا يحكوا حكاية مكموكة، العفريت اللي مات عشان خباها جوه رموش عينيه. وياما في ناس ما يهزهاش وسواس، وياما في ناس شياطين في صورة ناس، وياما في